ال HD ليزك، الليزك التفصيلي، الكاستم ليزك، هي تقنية ثورية حديثة. تميزت هذه التقنية عن سابقتها من التقنيات برؤية فائقة الجودة بعد العملية، وسوف نوضح ذلك لاحقا. كما وتميزت هذه التقنية بعدم وجود أي تداخل جراحي أثناء فترة العملية، أي ما كان يدعو الأشخاص سابقا للقلق من بعض الخطوات الجراحية أثناء فترة العملية، مثل قشط السطح الخارجي للقرنية بأداة جراحية أو وضع مادة الكحول على سطح القرنية فتعطي شعور بالحرقة أو الألم البسيط كما موضح أدناه. هذا الآن لم يعد موجود. العملية تخلو تماما من أي تداخل جراحي بواسطة تقنية الترانس PRK. كما وتميز هذا الجهاز بسرعته الخيالية والعالية لإنجاز فترة العملية. تفوق هذا الجهاز عن باقي الأجهزة بسرعته الخيالية والعالية لإنجاز العملية. لكل درجة ضعف واحدة يستغرق الجهاز ثانية واحدة لتصحيحها، أي لو كان الشخص لديه مثلا 3 درجات ضعف من النظر راح يستغرق 3 ثوان منذ بدء الليزر. واضحة؟ لا. مغوشة؟ بلي. ساعد ايش هسه؟ ما اشوف. ما اشوف هسه، حنشوف النتيجة ان شاء الله بعد العملية. عفواً علي، عفواً. ان شاء الله سابقا كنا نستعمل ادوات نفتح بها العين، يصحوا لها السبيكولوم، كنا نستعمل شفران نكشف بها الطبقة الخارجية للقرنية. الان كل شيء ما راح نستعمل ان شاء الله عدا انه الليزر، واعتاز شوية انتباهك وياي ومساعدتك ليا حتى نثبت الليزر على عينك. عينك على البوا اللي مش حبيبي. Very good. كملت عمليتك؟ حسيت شيء؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. تمام ان شاء الله. الحمد لله. الله يفضلك دكتور. الله يعطيكم العافيه. 4 و13 دقيقة تقريبا. يعني ذلك باختصار أن تقنية الـ HD ليزك أو الليزك التفصيلي هي التقنية المثالية للأشخاص الذين يعانون من وجود عيوب بصرية أو تشوهات بصرية، بالإضافة إلى وجود قصر النظر أو بعد النظر زائدا الاستجماتزم. في التقنيات السابقة يتم التصحيح حسب درجة ضعف النظر، فمثلا عمر عنده ضعف درجتين، وزيد عنده ضعف درجتين، ومحمد عنده ضعف درجتين. الجميع يعالج بنفس الطريقة حسب درجة الضعف. أما في تقنية الليزك التفصيلي أو الـ HD ليزك يتم أخذ بصمة العين، يعني خريطة خاصة للعين، تفصيل خاص للعين، وربما هذا التفصيل يختلف عن العين الأخرى للشخص نفسه. لذلك لكل عين يكون علاجها الخاص بها حسب حاجة هذه العين. من التقنيات النادرة في الوطن العربي، الأولى منها في العراق، وحصعا في مدينة النجف الأشرف وبإشرافنا إن شاء الله.